أهلا بكم مشاهدي ميساد نيوز وجولة إخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوين. ممثلة الأزهر والكنيسة يعلنان تفعيل بيت العائلة في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين. الرئيس محمد مرسي يجتمع بوزيري الخارجية والري لبحث تداعيات مشروع سد النهضة الإثيوبي. وزير الخارجية السوري وليد المعلم يؤكد أن الرئيس بشار الأسد سيكمل مدته حتى 2014 وقد يترشح مجددا. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. عقدت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا أمس بعنوان بيت العائلة وكيفية تدعيمه، وذلك لمناقشة كيفية دعم الأزهر والكنيسة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تحت شعار بيت العائلة وكيفية تدعيمه عقد بنقابة الصحفيين مؤتمر صحفي، والذي دعت إليه ونظمته اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين لمناقشة كيفية تدعيم دور بيت العائلة في ظل الظروف الراهنة. وقد شارك في هذا المؤتمر الأستاذ محمد عبد القدوس وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأدارة المؤتمر السيدة مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار. بيت العائلة ده دوره في غاية الأهمية، لأن من المشاكل الأساسية التي تعانيها مصر هي مشكلة الفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية هذا الموضوع لا يجرؤ أن يترك للأمن وحده، بل يجب أن يكون للهيئات الشعبية والجهات الشعبية والمجتمع المدني دور في هذا الموضوع، وبيت العائلة هو الذي يمثل الدور الأكبر. المؤتمر ناقش كيفية تدعيم دور بيت العائلة في القضاء على أي مظهر من مظاهر الاحتقان الطائفي، والوصول إلى وسائل للتواصل مع الآخر ونشر الوعي لدى المواطنين وتأكيد عدم إقحام الدين في السياسة، ودور مؤسسة الأزهر في رأب الصدع بين أبناء الوطن في الفتنة الطائفية، وتأكيد ضرورة إقامة ندوات واجتماعات لتحقيق التواصل وإيضاح الأهداف بين أبناء الوطن للوصول إلى وحدة وطنية، كذلك تأكيد مدنية الدولة ورفض الدولة الدينية من قبل منظم المؤتمر. أنا أعتقد أن بيت العائلة من أهدافه الرئيسية هو حل المشاكل الموجودة على المدى البعيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة اللي في موجودة النهاردة وترسخ في الشارع المصري، والخطاب الديني المتطرف من الطرفين. ممثل الأزهر والكنيسة أعلن تفعيل دور بيت العائلة في الفترة القادمة، حيث أعلن نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أنه تم إنشاء مقر لبيت العائلة في عدد من المحافظات لنشر فكرته، وأوضح أن جميع الأديان بينها جوانب مشتركة من الممكن أن تقرب وجهات النظر وتكون مرجعية لمعرفة أسباب المشكلات التي تحدث وحلها قبل وقوعها. بينما أكد دكتور محمود عزب أن بيت العائلة هيئة وطنية مستقلة هدفها إعادة صياغة الخطاب الديني الإسلامي المسيحي. ضبط الخطاب الديني يعني التركيز والرجوع إلى القيم العليا في الإسلام والقيم العليا في المسيحية. القيم العليا قلب الإسلام الذي إذا اجتمع في كلمة واحدة فهي الرحمة، وقلب المسيحية بتفاصيلها الذي اجتمع في كلمة واحدة كانت المحبة، الله محبة. بيت العائلة المصرية ما بيشتغلش ارتجالي، بيشتغل طبقا للنظام في 14 مادة مكونة لهذه اللائحة، ممكن ناخدها من الأزهر الشريف أو من الكنيسة، موجودة ومنشورة ممكن تلاقوها. من ضمن أهداف
اللي موجودة في المادة الثانية حسب النص الموجود الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر. من أجل تحقيق هذا الهدف لبيت العائلة الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها، ويعقد المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات مصر. وهكذا يجتهد بيت العائلة لنشر فكره في العديد من المنابر بهدف توعية الشعب والوصول إلى وحدة وطنية كاملة شاملة. اجتمع الرئيس محمد مرسي اليوم في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بالاتحادية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والري والموارد المائية لبحث المستجدات المرتبطة بقضية سد النهضة وكيفية التعامل معها. جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية السوداني كان قد قام بزيارة سريعة للقاهرة أمس استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها نظيره المصري لبحث أزمة السد والآثار المترتبة على القرار الإثيوبي في البلدين كدولتي مصب للنهر. كما عقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحادية اليوم لشرح الموقف الحالي والمستجدات بشأن قضية سد النهضة. يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النهر الأزرق تمهيدا لبدء مشروع سد النهضة الإثيوبي. بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو في أي من سائر الدول الأفريقية. ولقد حرص السيد الرئيس منذ توليه مهام منصبه على إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه استناداً لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر، وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مشترك وانطلاقاً من العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا وما عبر عنه رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقائه مؤخراً بالسيد رئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا من التزام سياسي واضح بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية وبأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ومصدر لوحدة دول حوض النيل، فإن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانب الإثيوبي على أعلى مستوى لترجمة هذا الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل في تلك القضية بالغة الحساسية من أجل سرعة التوصل لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية. وفي سياق متصل نقلت مصر إلى إثيوبيا من خلال سفيرها بأديس أبابا ومن خلال السفير الإثيوبي في مصر رسالة مفادها إن مياه نهر النيل هي مسألة لها أهمية قصوى للشعب المصري وحياته ومصالحه، وإن مصر تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبي تعهداته في هذا الشأن بعدم الإضرار بأي شكل بالمصالح المائية المصرية. وقال السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس إنه التقى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية بناء على طلبه نقل الموقف المصري الواضح والثابت في أن المصالح المائية للشعب المصري هي مسألة حياة ووجود وأن المساس بها هو مساس بالمصالح الوطنية العليا لمصر. قال دكتور علاء الدين محمد الظواهري عضو اللجنة الثلاثية الدولية المعنية بملف سد النهضة إن تقرير اللجنة سيرسل إلى القاهرة اليوم أو غدا، وأضاف الظواهري أن التقرير الذي ستسلم نسخة منه إلى الرئاسة ومجلس الوزراء سيتضمن نقص الدراسة الإثيوبية عن سد النهضة والتي اعتبرها غير كافية فضلا عن ذكر الآثار السلبية للسد في كل من مصر والسودان، وأوضح أن التقرير سيكون نهائياً ولن يؤجل مرة أخرى وأنه سيرسل عبر البريد الإلكتروني.
من جانبه ناقش مكتب إرشاد الإخوان أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد بديع بالمركز العام للتنظيم بالمقطم قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، وأعلن رفضه للتدخل العسكري، وحمل حكومة الدكتور هشام قنديل المسؤولية وطالب الكنيسة بالتدخل لدى نظيرتها بإثيوبيا لحل الأزمة. قال قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الرئيس محمد مرسي لم يتصل به في هذا الشأن، وإنما طلب في اتصال أجراه قداسة البابا للتهنئة بعودة الجنود المختطفين أن تمثل الكنيسة في زيارته لإثيوبيا، وجرى إسناد الأمر إلى نيافة الأنبابيما. وقال قداسة البابا أن مشكلة مياه النيل هي مشكلة على مستوى الحكومات والكنيسة في البلدين، تقوم بدور مساعد وسيناقش الأمر مع بطريرك إثيوبيا في زيارته المقبلة للقاهرة منتصف الشهر المقبل. من جانبه أعلن نيافة أنبا موسى أسقف الشباب أن البابا تودروس الثاني سيغادر إلى إثيوبيا خلال الأسابيع المقبلة لبحث مشكلة سد النهضة وأزمة مياه النيل، مؤكدا أن زيارة البابا لإثيوبيا معدة من قبل أزمة النهضة. أنا يعني قلت أن قداسة البابا مسافر إثيوبيا قريب وبترك إثيوبيا جاي لنا، فدي ما يعني حاجات مخططة فعلا قبل أحداث المية دي بتاعت النيل. هو بطرق إثيوبيا جاي وبطرق بتاعنا رايح، وطبعا ده لتعميق العلاقة بين الكنيستين وبين البلدين، لأن معروف إن لما بيروح بطرق مصر بيروح كمصر مش بس كبطرق، لأن هناك في إثيوبيا بيكنوا محبة كبيرة جدا لمصر وللمصريين وللكنيسة القبطية، فإحنا بنعيش معاهم يعني مصر يعني كلها، وعشان كده ان شاء الله يعني هيبقى في هذه هاتين الزيارتين. لو ان اثيوبيا حست بان مصر بتدعمها، مصر كله مسيحيين ومسلمين بيدعموها تنمويا انمائيا ويعملوا فيها مشروعات وخدمات، نقدر ساعتها ما تاخذنيش يبقى لنا وش نقول لهم اوعوا تأثروا على المية اللي جاية لنا. هما طبعا هيقولوا طبعا يستحيل، انتوا ناس بتخدمونا واحنا برضو يهمنا ان كل المية المقننة لمصر توصل زي ما هي. قال نيافة أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن نهر النيل شريان الحياة وليس شأن بيت العائلة وحده الاهتمام بأزمة سد النهضة، وإنما مصر جميعها رئاسة وشعب. شريان الحياة نهر النيل ده مش شغل بيت العائلة لوحده، ده شغل مصر والمصريين كلهم. بس عشان أوضح حاجة ليكم كزملاء وأساتذة، أنا لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يحمل الكنيسة أو الأزهر أو مؤسسة الرئاسة أو أي حزب مسؤولية نهر النيل. القصة بترجع لتاريخ قديم من أيام الرئيس جمال عبد الناصر. أول ما بدأ يبني السد العالي وانضمام مصر إلى روسيا، بدأ تفكير آخر لتصفية هذا الحساب، ومحدش التفت لي طوال هذه السنين، وبدأت ناس كتير في مراحل متعددة من هذا الزمان حتى هذا اليوم اللي احنا خدنا وورثنا هذا الرصيد، تفرقة وإيقاع ما بين مصر والدول الأفريقية لنصل إلى هذه النتيجة ونحصل عليها. وفي ناس ليها أهداف في هذا الكلام، دي الناس ليها أهداف من خارج مصر، فما يجيش حد يحملها للكنيسة ولا يحملها للأزهر أو يحملها لمؤسسة الرئاسة أو للرئيس. أنا بقول هذا الكلام وأنا عندي الأدلة، وكلكم كصحفيين عارفين الخلفيات،
طب هرجع أقول لك حاجة تانية، إذا كان الأسيويين بيبنوا هذا السد، مين اللي وراهم في بناء هذا السد؟ وهل هو سد واحد ولا عدة سدود؟ إيه الغرض من هذا الكلام؟ هل تستطيع الكنيسة أن تحل هذه المشكلة؟ كيف؟ السلطة الكنيسة ما لهاش سلطة على الرئاسة هناك، ولا الرئاسة في مصر لها سلطة على الرئاسة هناك، ولا الأزهر دي سلطة على الرئاسة هناك. يبقى إذا دي أمور بين دول وبين أمور ومقرة شعوب، يبقى لازم المصريين يتكاتفوا معا، ودي الكلمة اللي أنا قلتها، لازم يصحوا من أجل اللي بيحصل حواليهم، ودي اللي كنت أنا أقصده. يصحوا إزاي؟ يتكاتفوا معا بدل ما ياكلوا بعض، يبصوا إزاي يعدوا بلدهم ويبصوا لمستقبلهم، عشان لما يجوا أولادنا بعد 5-6 سنين ويلاقوا ان منسوب الميه نزل في السد العالي، فيحصل ان التوربينز اللي بتطلع الكهرباء عايز نسبه ميه معينه فهتقف فتتحرق، يبقى السد العالي مبنى لا قيمه له، لا عندنا كهرباء ولا عندنا ميه. يبقى نعمل ايه؟ لازم نفكر في حلول، ونعلم اولادنا من خلال الاعلام، من خلال الصحفيين، ازاي نتعامل وازاي نقدر نكمل المسيره من غير ما نخسر. وده دوركم كإعلاميين وكصحفيين. مين بقى يبقى يعلق في كرسي الرئاسة؟ مين يكسب مجلس الشعب؟ مين يكمل؟ احنا خرجنا خارج نطاق ونسينا مصر ونسينا حياتنا ونسينا مستقبلنا، ودخلنا في الصراعات نتيجتها ان مش هيكون في مصريين من اساسه. غادر القاهرة اليوم دكتور هشام قندي رئيس مجلس الوزراء متوجها إلى طوكيو في زيارة لليابان تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يشارك قنديل في مؤتمر طوكيو الدولي 5 للتنمية الإفريقية تيكاد الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 3 يونيو المقبل، وذلك بمشاركة وفود من جميع الدول الأفريقية. وكان قد التقى قنديل الاثنين الماضي السفير الياباني بالقاهرة وبحث معه الموضوعات التي من المنتظر مناقشتها في اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني على هامش المؤتمر. وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث طالبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى وفقا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم 1 لسنة 2013. وصرح دكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بأن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد، منها إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصى، وذلك بتحديد الحد الأدنى لما يتقاضاه شاغل الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، لتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة. وإلى البورصة المصرية، والتي انتهت من تعاملاتها اليوم آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع شبه جماعي لبعض مؤشراتها، ليربح رأس مالها السوقي قرابة 3,700,000,000 جنيه مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.8%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.46%. كما شهد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الأكثر انتشارا تراجعا بنسبة 0.37%. وإلى الشأن السوري، فقد أعلن الرئيس السوري بشار الأسد تسلم سوريا أول شحنة من الصواريخ السورية S-300 المضادة الطائرات. وأكد الأسد أن الجيش السوري سيرد فورا على أي اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، في حين أدان دور تركيا والسعودية وقطر في دعم المجموعات المسلحة وتمويلها، مؤكدا دخول نحو 100,000 مسلح من جنسيات عربية وأجنبية إلى سوريا بدعم من هذه الدول. من جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن دمشق ستذهب إلى مؤتمر جنيفا الثاني دون شروط مسبقة، مؤكدا أن الأسد سيكمل مدته الرئاسية حتى عام 2014، مشيرا إلى أنه قد يترشح مجددا.
وعلى صعيد متصل أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنه لن يشارك في مؤتمر جنيفا الثاني المزمع عقده الشهر المقبل، مشددا على أن رحيل الأسد هو شرط أساسي لأي تسوية سياسية. ورحب الائتلاف بالجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل الأزمة سياسيا والتي تعاني منها سوريا منذ عامين. يأتي هذا فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ائتلاف المعارضة السورية بإحباط جهود السلام من خلال وضع رحيل الأسد كشرط للمشاركة في المؤتمر. وأعرب لافروف عن أمله في أن تقوم قوى عقلانية في أوروبا والولايات المتحدة بالضغط على الائتلاف الذي يعتبره البعض ممثلا شرعيا وحيدا عن الشعب السوري. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تلقت دعوة شفهية لحضور مؤتمر جنيفا الثاني الذي يجري التحضير لعقده الأسابيع المقبلة لمناقشة الأزمة السورية. وأكد الوزير أن إيران لن تسمح بسقوط نظام الأسد وأنها تدعم وبقوة الشعب السوري والمعارضة السورية، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التزام الأمم المتحدة بعقد مؤتمر جنيفا الثاني الخاص بالأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مجددا دعوته إلى جميع الدول التي لديها تأثير على الأطراف المتقاتلة في سوريا بأن تمارس نفوذها لحث جميع الأطراف على وقف القتال فورا لحين بدء العملية السياسية. وعلى صعيد له صلة، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض جورج صبرا أن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيميائية في معارك مدينة القصير، مؤكدا رفضه المشاركة في مؤتمر جنيفا الثاني مع استمرار القتال. وناشد صبرا المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه مدينة القصير لضمان وقف العنف، في حين وجه الائتلاف نداء استغاثة عاجلا لإنقاذ آلاف الجرحى بمدينة القصير الاستراتيجية التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها في الوقت الذي اتهمت فيه موسكو المعارضة بعرقلة الحل السياسي. وميدانيا أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل قرابة 70 شخصا اليوم بنيران القوات النظامية معظمهم بدمشق وريفها. الأكثر خسة ووضاعة. ونذكر أيضا أن السوريين لن يتسامحوا بمن يهدر دماء أولادهم، ونذكر الجميع بأن دم السوريين لم يصبح رخيصا إلى هذه الدرجة وسيعرفون ذلك تماما. إن الحديث عن أي مؤتمرات دولية وحلول سياسية للوضع في سوريا يصبح لغوا لا معنى له في ظل هذه الوحشية. ولن يشارك الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في أي مؤتمرات دولية أو أي جهود بهذا الاتجاه في ظل غزو ميليشيات إيران وحزب الله للأراضي السورية. إن استمرار أعمال القتل الوحشية وحصار المدنيين في جميع المدن السورية وخاصة في غوطة دمشق والقصير هو مركز اهتمامنا، ونأمل من إخوتنا العرب من المجتمع الدولي وخاصة أصدقاء سوريا أن يضعوا ذلك موضع الاعتبار. حياة السوريين اليوم أهم من أي حلول سياسية، أهم من أي مؤتمرات دولية. قلوبنا معكم أيها الشهداء في القصير لأنكم شهداء أحياء، دماؤنا لكم أيها الجرحى، وسنعمل كل ما نستطيع لفك الحصار وتكونون في المنزلة الطبيعية بيننا وفي قلب سوريا. وإلى العراق، حيث أفادت مصادر أمنية بمقتل 18 شخصا اليوم وأصيب نحو 45 آخرين في انفجار سيارتين مفخختين شرقي بغداد. وتمثل هجمات اليوم امتدادا للعنف الدامي المتصاعد في العراق الأسابيع الأخيرة والذي بات يحصد يوميا ما لا يقل عن 20 قتيلا. من جانبه قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تتعرض لهجمات إرهابية شرسة داعيا الأجهزة الأمنية إلى مواجهتها بحسب. ومع استمرار تعثر العملية السياسية في العراق، شهدت البلاد منذ مطلع مايو الجاري تصاعدا في أعمال العنف راح ضحيتها قرابة 500 قتيل وأصيب 2000 جريح.
إلى أخبارنا الرياضية، حيث يلتقي في 6:45 مساء اليوم فريق المقصة والألومنيوم، ويلعب سموحة مع القناة في 8:30 باستاد السلام في دور 32 من بطولة كأس مصر. في لقاء المقصة والألومنيوم يدخل الفريق الفيومي المباراة وهو في قمة تركيزه لتحقيق الفوز على الألومنيوم لإعادة تصحيح المسار. في المقابل يدخل الألومنيوم اللقاء ولديه طموح في تخطي المقصة من أجل التأهل لدور 16. وفي مباراة أخرى يستضيف استاد القناة بالإسماعيلية مباراة سموحة مع القناة في الدور نفسه، حيث يسعى سموحة للوصول إلى أدوار متقدمة في المسابقة، بينما يخوض القناة المباراة لتحقيق المفاجأة بالفوز على غريمه سموحة. وصل إلى مطار الخرطوم اليوم بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للمشاركة في مهرجان تكريم جمال الوالي رئيس نادي المريخ السوداني من خلال لقاء بين الفريقين يقام في 8:00 مساء غد. كانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى السودان في 7:00 من صباح اليوم بدعوة من النادي السوداني في بعثة يترأسها خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، وتضم الجهاز الفني 24 لاعباً. من جانبه أكد الفريق عبدالله حسن عيسى نائب رئيس اللجنة العليا لتكريم جمال الوالي حضور المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للمباراة. كما سيحضر المهرجان وزير الدفاع وقادة الأركان وبعض الشخصيات السياسية في السودان. وإلى النشرة الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال الطقس غدا بحسب ما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية، حيث يسود غدا طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية والشوائب العالقة على مناطق من شمال البلاد نهارا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من غرب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة 22-41، وادي النطرون 20-39، الإسكندرية 20-32، مطروح 20-27، طنطا 24-40، المنصورة 18-42، دمياط 21-29، بورسعيد 21-29، الإسماعيلية 21-40، السويس 22-41، سانت كاترين 18-33، شرم الشيخ 26-42، الغردقة 24-41، المنيا 25-43، أسيوط 25-44، سوهاج 26-45، قنا 27-45، الأقصر 27-46، وأخيرا أسوان الصغرى 29 العظمى 47. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، نشكركم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية